العشق مني لاخر احفادي واتمنى دايم ارضاها في العمر من وامن ولي ما راحته هو. ما زلنا مشاهدين مستمرين في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 45. طبعا يشرفني يكون معنا شخصية مميزة وهذه الشخصية فعالة ما شاء الله استلم أكثر من حقيبة وزارية وهم من أهم الحقائب الوزارية التعليم والصحة وقدر يترك بصمة وما زال. نرحب بمعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي ويسعد مساك وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير ويا هلا وسهلا فيكم وفي هذه المناسبة الغالية. يسرني في البداية أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى شعب الإمارات وإلى كافة المقيمين على هذه الأرض الطيبة المعطاءة بمناسبة اليوم الوطني 45. متمنين لدولتنا دائما دوام التقدم والازدهار والرخاء. آمين إن شاء الله. الله يديم أفراحكم وطبعا الشيء بالشيء يذكر. نحن الشعار اللي نرفعه بمثل هذه المناسبة السعيدة نقول دائما عزكم عزنا. ومباشرة أنطلق إلى سؤال معاليكم، يعني أنت استلمت زمام حقيبتين وزاريتين تعتبر من أهم الحقائب في القطاعات الخدمية، عندنا التعليم وعندنا الصحة، بلا شك أنه ثمة تحديات حتى تحقق هذا المنجز الذي وصلت إليه. لو سألت معاليكم عن طبيعة هذه التحديات التي مررتم فيها في مساري التعليم ومسار الصحة وكيف تجاوزتموها كذلك؟ هو ما في شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ذو اللحظة الأولى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ارتأى أن الإنسان هو محور التنمية صحيح وأنه هو اللبنة الأساسية في التطور والنشأة والازدهار، وبالتالي صيغت كل الأنظمة والبرامج ووفرت البنية التحتية ووفرت دعم لملفات الإنسان والتنمية البشرية، وكان التعليم والصحة على أولى الاهتمامات وعلى سلم الأولويات. فوظفت الحقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة كل المكونات الأساسية لإنجاح هذين القطاعين. فالحمد لله تلاقي التعليم منذ نشأة الدولة حتى هذه اللحظة انتشر في ربوع كل الوطن، وأصبحت لدينا يعني مدارس متعددة بمناهج مختلفة. أصبح اليوم عندنا الطلبة على ما يقرب من أكثر عن 900,000 طالب يأخذون من أكثر عن 16 منهاج عالمي بالإضافة إلى المنهاج الوطني. توجد لدينا جامعات تفوق حاليا الأكثر عن 80 إلى 100 جامعة في هذه الدولة، وتوفر بيئة خصبة من الأنظمة التعليمية ومن التجهيزات ومن المناهج، وأيضا تستقطب كثير من المعلمين وغيرها. الحقيقة في هذه المرحلة تم وضع أسس لتواكب الاتجاهات العالمية، وأصبحت دولة الإمارات سباقة للحصول على المؤشرات العالمية والتنافسية. حتى ملف القضاء على الأمية أصبحت الإمارات في فترة وجيزة استطاعت أن تصل للأمية إلى نسبة أقل تكون أقل عن 1%. بالنسبة للاختبارات الدولية احتلت دولة الإمارات المراتب الأولى في نسبة اختبارات الرياضيات والعلوم وغيرها. الحقيقة هناك كانت رغبة من قيادتنا الرشيدة وتأكيد وإصرار من أيضا من شعبنا بأن دائما نكون نحظى على الصدارة وعلى المقدمة، وهذا الحقيقة خلق نظام إداري تفاعلت معه الأسس، ونفس الشيء انعكس حتى على الصحة. الصحة أيضا كانت عندما بداية الاتحاد لم تكن لدينا مستشفيات أو مراكز أو مستوصفات أو مراكز صحية. نعم. الحمد لله
وكان تأكيد من رحمة الله عليه الشيخ زايد الله يرحمه بأن الخدمات الصحية يجب أن تنتشر على كل ربوع الوطن وأنها تصل إلى المناطق والبوادي والجبال والقرى وغيرها. ومن هنا انتشرت المراكز الرعاية الصحية الأولية وبدت الأنظمة تطبيق الأنظمة الصحية العالمية، وبالتالي تم أيضا في الفترة الأخيرة تبني برامج تعتمد على التكنولوجيا وعلى الاستخدامات المثلى في النظم الصحية وغيرها. هذه الحقيقة استطاعت دولة الإمارات أن تحقق مؤشرات جيدة، ومن ضمن المؤشرات الجيدة اليوم ارتفاع اللي هو العمر على حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. اليوم العمر الإمارات الفرد في الإمارات يعني يصل إلى 77 عاما وهذه من معدلات العالمية المرتفعة. أعتقد أن استطاعت الإمارات تتبنى برامج صحية متطورة، وهذا بتأكيد المنظمات العالمية المختصة. الحقيقة تولي المهام في هذه الوزارتين ليس بالسهل بلا شك، ولكن أيضا وجود دعم من القيادة ووجود تأكيد على تبني الأنظمة المتطورة ووجود تأكيد على أن نحن علينا أن نتغلب على التحديات ساهم في وجود خطة وبرنامج زمني، وهذا البرنامج الزمني أيضا يخضع للمتابعة، يخضع للرقابة، يخضع للقياس. وهناك برنامج عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمتابعة والتقييم والمؤشرات، وهناك فرق عمل تعمل. نحن نؤمن بأهمية وجود فرق عمل تعمل، وفرق العمل هذه اليوم هي التي راح تعطيك وتحقق تعطيك يعني تأكيد لتحقيق النتائج. أكيد معليك، لاحظت أنك كثير ذكرت موضوع القيادة، تلاحم القيادة لما توضع استراتيجية أو أنظمة معينة بالمتابعة بالشعب أيضا، أنه هناك تلاحم أيضا واتفاق ما بين جميع الأطراف عشان يوصلون للهدف. وأيضا ذكرت المؤشرات العالمية. وين الآن إحنا ما نتكلم عن حتى مستوى الدول العربية من بلوغ للمؤشرات العالمية؟ دولة الإمارات ما شاء الله دائما سباقة، ولكن أيضا لابد أن يكون في استفادة من تجارب الآخرين، وأيضا أنتم تستفيدوا الآخرين من خلال تجاربكم. نحن دائما الحقيقة نرى الحراك العالمي وين يتجه. يعني الفترة الأخيرة يمكن برزت أفكار حول الابتكار، وبالتالي دولة الإمارات تبنت هذا المؤشر وأصبحت اليوم هي في مركز قيادي في موضوع الابتكار لدى المنطقة العربية. هناك الحقيقة برامج تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان بالصحة أو بالتعليم أو بالتنمية البشرية أو حتى بالخدمات الأخرى، وهذه البرامج الحقيقة استطاعت أنها تؤكد على موضوع التنافسية. احنا اخذنا موضوع التنافسيه كاحدى المؤشرات الاساسيه لقياس مساراتنا التنمويه، وقياس مساراتنا التنمويه وبالتالي هذه المؤشرات اليوم توجد عندك مراكز رصد عالميه، توجد عندك مؤسسات ومنظمات دوليه ايضا تخضع لهذه القياسات وتقييم هذه البرامج والمشروعات. تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كما أكدت أنها تجربة نموذج الحقيقة، ليس فقط في يعني التقدم والتطور والازدهار، بل أيضا نموذج في التآلف والتسامح والترابط والتلاحم. هذا النموذج الحقيقة يربطنا بين القيادة وبين الشعب، بين الناس، بين المواطنين والمقيمين، بين الجاليات. نحن اليوم عندنا أكثر عن 200,000 200 جنسية، وعندنا آلاف أيضا من المقيمين اللي يشاركوننا ويشاطروننا أيضا هذه التنمية وهذا التقدم. وبالتالي النماذج اللي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو نموذج الترابط ونموذج التلاحم ونموذج أيضا التكامل حتى فيما بين الإمارات بينها وبين بعض. الحقيقة هذا نموذج يعني نحن نفخر فيه، وتؤكد عليه أيضا قيادتنا الرشيدة، ونرسخ أيضا في أذهان أبنائنا في نفوسهم من خلال البرامج التعليمية ومن خلال المناهج، بحيث أن غرس القيم قيم الانتماء صناعة الإنسان. يعني أنت في الأخير في نهاية المطاف الإنسان هو المحرك الرئيسي لمشاريع التنمية في البلاد بلا شك.
الإنسان هو المحور الأساسي. هذا كما أكدت عليه، هذه نظرة المغفور له طيب الله تعالى الشيخ سعيد بأن الإنسان هو محور التنمية، وبالتالي كل البرامج عليها أن تتوجه إلى بناء الإنسان وقرص القيم فيه. يعني عطف على متفضل في معاليكم ومتفضل في زميلتي لوجين قبل قليل في السؤال، المشاريع الحضارية دائما تأخذ حيز زمني طويل، بعد زمني طويل المدى. التجربة الإماراتية خالفت المنهاج هذا رأسا على عقب. أنت تتحدث عن 100 سنة، لا تتحدث عن 80 سنة، تتحدث من عام 1971 حتى هذه 45 عام، وهذا اللي قاعدين نشوفه الآن. فتأكيدا على ما ذكرته زميلتي لوجين قبل قليل، تصدير هذه التجربة إلى المجتمعات الأخرى، إلى الدول الأخرى، سواء في الحيز العربي أو الحيز الإقليمي كذلك، كيف يمكن بلورته معاليكم؟ التجربة ارتبطت بمفاهيم الرغبة والإصرار والعزيمة وإرادة، صح؟ هذه المفاهيم لما تكون رغبة وإصرار وعزيمة تتبناها إرادة قوية، أعتقد أنها ممكن تختصر الوقت وتختصر الزمن وتختصر أيضا الجهد. وأنا أعتقد أن هذه التجربة وهذا النموذج هو متاح لكثير من الدول والشعوب الأخرى، لكن عندما تتوفر هذه الأرضية البناءة، الأرضية البناءة هي التي توجه الإنسان وتبدأ من الإنسان. هذه الحقيقة قرستها قيادتنا الرشيدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، والحكام وكافة قيادتنا الحقيقة تتبنى مفاهيم وتأكيد للإصرار والعزيمة والرغبة في التحدي، رغبة في الوصول إلى المراتب الأولى. وعندما تكون عندك الرغبة، ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد اللي أنا وشعبي نحب المركز الأول، وبالتالي هذه قيمة أصبحت عند الناس، ولاده هذه القيمة يجب أن تكون لها يعني تحديات، علينا أن نتغلب على التحديات في الوصول. هذا صحيح. نعم. ما عليك، تبقى دقيقة واحدة من وقتنا، ولكن إحنا قلنا يعني وذكرنا لمشاهدينا أنه عنوان تغطيتنا عزكم عزنا. اليوم نشوف ما شاء الله، وأيضا ذكرنا قبل قليل كثير من السعوديين صاروا ساكنين بالإمارات، وأيضا في من الإماراتيين أخوانا ساكنين عندنا بالسعودية، فصرنا أخوان يجمعنا حتى دم واحد، مش بس أنه قلب واحد، أنا أقول شعبين ولكن بقلب واحد. لما نتكلم عن هذه العلاقات اللي اليوم موجودة الآن، صار الكل يشهدها، الكل يعيشها في دولة الإمارات، هذه علاقة تاريخية تربطها الحقيقة، يعني يربطها أشياء كثيرة. أنا ما بتكلم أن يربطها المصير المشترك، لكن يربطها التاريخ، تربطها الأسر، التواصل، تربطها يعني اللي في السعودية أهلنا والموجودين الناس كلها عندها أقارب من هنا، وبالتالي علاقة الحقيقة تاريخية، وتربطها المصير المشترك، يربطها التآخي والنظرة. هذه العلاقة قرسوها، اللي أسسوا هذه الدول ومضوا عليها اليوم القادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والشعوب المنطقة، هناك كثير من التآخي، هناك كثير من المحبة، هناك كثير الحقيقة من التقارب بين الشعبين. فيعني الحقيقة نحن سعيدين بهذا الالتفاق بين هذه بين الشعبين الإماراتي والسعودي، وأيضا شعوب المنطقة الأخرى، لأن نحن مصيرنا واحد وهدفنا واحد، ونحن شعوب منطقة واحدة ترتبط فيها العادات والتاريخ الواحد. نعم. معالي أحمد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة في دبي، كل عام وانتم بخير ودامت اعيادكم يا اهل الامارات، امين يا رب، احنا وياكم عينين براس. الله يحفظك ان شاء الله، الله يحفظكم جميعا. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. مشكورين جزيلا. الله يسلمك يا رب. راح ننتقل الان مشاهدينا الى زميل بسام الدخيل في الرياض. بس